من الذي يتصدى لهذه الحوارات؟ كل واحد؟ أي واحد من الناس يتصدى للحوارات؟ من الذي يتصدى لهذه الحوارات العاشورائية؟ على رأس من يتصدى لهذه الحوارات العاشورائية علماء الدين المؤهلين، علماء الدين المؤهلون، هذا أول عنوان. مو أي عالم أيضا، لازم يكون العالم مؤهل لأن يناقش قضايا عاشوراء. خطباء المنبر الحسيني الأكفاء أيضا هم جزء من الحوار، الشعراء والرواديد جزء من الحوار، أصحاب الكفاءات العلمية والثقافية، الشعب، الأمة فيها كفاءات، فيها مفكرين، فيها مثقفين، هذا لنا أيضا جزء من الحوار. أصحاب الكفاءات العلمية والثقافية، القائمون على شؤون المآتم والمواكب والفعاليات العاشورائية جزء من الحوار، شرائح متميزة وكفوءة من الجمهور العاشورائي. ومعنى الجمهور العاشورائي مهمل، في متميزين في الجمهور العاشورائي أيضا هم جزء من الحوار، ويجب أن تكون هذه الحوارات مدروسة وبمربجة ومبرمجة ومحصنة لكي لا تنتج منازعات وخصومات. المنازعات والخصومات مرفوضة، كل الرفض. احنا نريد نتحاور، مو أن ننتج صراعات. إذا الحوار ينتج صراعات هذا ما حقق أهدافه. المنازعات والخصومات مرفوضة، كل الرفض على كل المستويات الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية. يقول تعالى في سورة الأنفال الآية 46: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المنازعة مرفوضة، الحوار مطلوب، الخلاف، الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن يتحول إلى منازعة، أرفضك وترفضني، أحاربك وتحاربني، هذا مرفوض في منظور الدين والقرآن مرفوض. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إيش معنى تذهب ريحكم؟ يعني تذهب قوتكم وعزيمتكم ودولتكم وتنهار كل قدراتكم، هذا معنى فتذهب ريحكم، تصبحون شيء لا قيمة له، لا قيمة له. فأخطر ما يواجه الكيانات الدينية والاجتماعية والسياسية هو التنازع والتخاصم. وكم تمزقت شعوب وانهارت أوطان بسبب المنازعات والخصومات والعداوات. الاختلافات في الاعتقاد، في الثقافة، في السياسة أمر مشروع، ما في مشكلة نختلف في القناعة الاعتقادية، أنا أعتقد وأنت تعتقد، أنا أؤمن بمذهب وأنت تؤمن بمذهب، أنا أؤمن برأي سياسي وأنت تؤمن برأي سياسي، هذا ما في مشكلة. أن نختلف مسألة لا مشكلة فيها، الاختلاف في الاعتقاد، في الثقافة، في السياسة أمر مشروع ما دام ذلك مؤسسا على رشد ووعي وبصيرة، وليس على أساس من العصبيات. العصبيات العمياء هي التي تنتج التنازعات والخصومات والعداوات بكل مآلاتها المدمرة والمرعبة. فحينما أدعو هنا إلى الحوارات فيما يخص أوضاع الموسم العاشورائي، فلكي لا تتحول الاختلافات إلى خلافات. إذا ما عالجنا بعض الأوضاع تتحول إلى خلافات، إلى صراعات، إلى منازعات، إلى مآلات خطيرة على واقع الموسم العاشورائي وعلى واقع الطائفة وعلى واقع العلاقات مع المكونات الأخرى.